السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتاتي الكسابه، ملكم معنا في الحلقه ديال اليوم اللي غادي نحاولوا نهضروا في الكوري ديال النعجه وديال الخروفه، وكيفاش اننا نتعاملوا وكيفاش اننا نوجدوا واحد الكوري بمواصفات اللي غادي تلائم اننا نوجدوا كيف تنقولوا دائما واحد الكوري هو تقريبا تمثل الثلث ديال المرقد ديال الكتيبه. اذا قبل ما نبداو هذا الموضوع هذا نتمنى انكم شاركوا وانكم تضغطوا على زر ديال الاشتراك. اذا بالزربه نبداو الموضوع ديالنا. اذا كيف تتعرفوا بان في الكوري هو واحد البلاصه اللي الاغلبيه تكون هي البلاصه ديال الراحه ديال البهيمه، واللي هي اللي تدوز فيها واحد الوقت كبير. اذا تدوز من الاوقات ديال الولاده، من الوقت اللي تضرب فيه، الوقت اللي تجي ليه باش انها تاكل وباش انها تشرب. اذا يخص ضروري انها تلقى بزاف ديال المعايير، واولها المعيار ديال العلف ولا ديال الوكالات والشربات. اذا بالنسبه للوكالات انا تنصح ولا الناس اللي اوبيري ولا اللي تخدموا فيها انهم يعتمدوا وكالات ديما في البلايص المظله. ما عمرك انك تشد وكالات وتحطهم في البلايص اللي تيكونوا فيهم الشمس، بحيث الاغلبيه ديال الاوقات وخصوصا حنا في واحد المنطقه ما ديال المغرب اللي الاغلبيه الجو ما بقاش تروبيكال كيف ما كان شحال هذه، ولينا تمشيو للجو اللي هو شبه صحراوي. اذا الكسيبه الا غادي تجي هي داخله باش انها تاكل، باش تبقى تاكل تحت الشمس، بعض المرات راه ما تاكلش لك بزاف وديما تتهرب للبلاصه اللي هي مظله. وهنا فين تيتصيدوا بزاف ديال الكسابه، بحيث شنو تيوقع؟ البلاصه الماكله اللي تتكون تحت الشمس تتبقى بزاف، ولا البهيمه ديما تتحاول انها تفورسي على راسها باش انها تاكل، وتقدر موراها انها يا هذاك توقع على واحد الاجهاد حراري ولا ما تنسميوه بلو ستريس ثيرميك. اذا هذا الشيء هذا المرحله الاولى. تنزيدوا المرحله الثانيه واللي هي الشرابه. بالنسبه للشرابه هي ضروري انها تكون بلاصه مظله، بحيث الشرابه وخصوصا حتى التيوات اللي تيكونوا جايبين الماء من البير ولا من السيتيرنا لهذاك البلاصه اللي غيشربوا فيها، هذوك ضروري حتى هما انهم يدوزوا تحت الارض، يدوزوا في واحد في الحوايج اللي تيقدر انهم يحميوا الماء باش انه ما يسخنش، باش انه يكون عنده واحد تمبيراتور اللي هي شويه رده، باش ان هذيك البهيمه بحيث تشربوا تتقدر، وخصوصا في المرحله ديالتنا ولا في الموضوع ديالنا ديال اليوم اللي هو على النعجه والخروفه، باش انها تقدر تشرب بزاف باش تحل بزاف اللي غادي يفيد في النمو في ديال الخروف، وحتى في الوقت ديال الضربات يعاون على ان البهيمه تضرب مزيان. اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم، وخليكم الموضوع الجاي ان شاء الله.